وإلى هذا الخبر العاجل، حيث صرح المتحدث باسم هيئة قناة السويس جورج صفوت بتواصل محاولات قطر سفينة توقفت في مجرى قناة السويس بسبب عطل في الماكينات. وذكر المتحدث باسم هيئة قناة السويس أن سفينة تشين هاي تونغ التي ترفع علم هونغ كونغ قد توقفت عند الكيلو 159 بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.